قلنا لا لكاتم الصوت ولم نسمح بتكميم الأفواه، وحكينا لأنه لازم نحكي، حكينا لأنه كان لازم نفهم ولازم نبحث عن إجابات لأسئلتنا المشروعة التي واجهنا بها المسؤول، وسمعنا من الجاني والضحية، تحدينا الخوف والصمت وحكينا لأنه لازم نحكي، ولأنه الحقيقة لازم تظهر، ولأنه صوتكم غالب، ولأنه ما ضاع حق وراء مطالب، كان لازم نحكي ورح نضل نحكي. فرحنا لما قالوا والله الرئيس الوزراء رامي الحمد الله بدي يجي على غزة وبدي يزور منطقة الكرفانات، قلنا احنا صار عندنا بصيص من الأمل انه يصير عندنا في تقدم في الإعمار في الإنشاء يعني، لكن يا للأسف تفاجأنا انه ما زرناش ولا واحد توجه لنا ولا واحد عبر عن يعني يشوف ايش كيف احنا بنعاني. ادخل داخل الكرفان، شوف الكرفان هاي، شوف هاي الكرفان، شوف مدمر مكسر، الكرفان ارضيه مكسره، ما بدي يعني لا انسان ولا حيوان بيرضى، العرس، الجرابيع، الفلان، الصراصير كله ارضيات دايمه، كرفانات نهيان امرها، يعني حاطين لنا خشب في الكرفانات لا يساوي شيء، يعني اعطونا منظر كرفان بعد بس اسم كرفان ماوى لكم، لكن هي مش ماوى ولا عمرها كانت ماوى، الناس تركتها وقاعده برا في الخلاء، يعني عملوا اضافات برا الكرفان وقاعدين داخل بخارج الكرفان، الناس كلها داخل الكرفان، اما يسكن في الكرفان لا يسكن، هيك انت بتشوف هذا بني ادم بيقدر يسكن في الكرفان زي هذا؟ بيقدر يرد الارضيه مكسره؟ شوف هاي ارضيه، تعال اتفرج على الارضيه، شوف ارضيه، هذه ارضيه كرفان، شوف هاي ارضيه كرفان، هذا كرفان حاطين لنا بليكاج لا يسوى شيء، يعني ما تحملتش الكرفان ما تعمرتش عندنا شهرين، واحنا نشدنا جميع المؤسسات تيجي تتوجه للكرفان، تشوف حال الكرفانات كيف وضعها السيء، يعني احنا حرمنا من الاجار الوكاله، انحرمنا من كل الخدمات الصحيه والانسانيه مقابل ان ناخذ لنا ماوى، لكن احنا ما اخذناش ماوى، اخذنا كرفان مدمر. سوء التصميم والحر الشديد داخل الكرفانات حول حياة المواطنين والأطفال هنا إلى جحيم لا يطاق، فهم لا يستطيعون الاستمرار في العيش بهكذا حياة طوال الوقت. الجو هنا حار جدا، يعني ولا في الشتاء ولا في الصيف متحملين، شو بدنا نسوي؟ هينا عيشتنا، بدنا نسوي؟ كنا جوا بالشتاء ولقينا يعني تلج جوا، بعدين عملنا لك زي هيك شوية يعني خص شوي عشان نقعد فيه برا، ما تحملناش الكرفانات، تحملنا هذه اللي برا وقعدنا فيها شوي، لقينا كويس لسه هذه اللي عملناها أحسن من الكرفانات اللي جوا، الوضع سيء جدا. هل في نسبة عن قديش هاي الحضانات غير مرخصة؟ طبعا يعني في نسبة كبيرة بكثير أكثر من الحضانات المرخصة، يعني حقيقة ما عندي عدد محدد لأنه ما بنقدر نحصيها لأنه هي منتشرة في العمارات وفي البيوت، وهذه مشكله. طيب هل هذه بيكون في متابعه لها؟ هل بيكون في كشف عنها؟ هي متابعه لها بمعنى انه ان تم الابلاغ عن انه في حضانه غير مرخصه، او انه انتم مثلا تكتشفوا انه في وحده من السيدات عامله حضانه في بيتها بدون ما تكون ضمن الاطار القانوني او تابعه لوزاره الشؤون الاجتماعيه. هذا مع الاسف خارج اللائحه التنظيميه لموضوع الحضانات، وبالتالي هو خارج صلاحيات وسلطه وزاره الشؤون الاجتماعيه، وهذه مشكلة كبيرة. طب هاي صلاحيات مين إذن؟ ما بعرف. مباشرة عبر خط الهاتف معنا محمد عباد من جالود. مساء الخير سيد محمد. مساء الخير، أهلا. أهلا وسهلا فيك. يعني بداية لو تضعنا في صورة الاعتداءات من قبل المستوطنين في جالود وكيف أثرها عليكم على المستوى النفسي. نعم، نحن نسكن في جالود في قمة جبل، وإحنا موجودين جنب مستوطنة يحيى ويش خودش، وهذول من أكبر مستوطنين إرهابية في المنطقة يعني، وبتم الاعتداء علينا من 6 أو 7 سنين. نعم، كم بتبعد المستوطنة عن بيتكم تقريبا؟ يعني تقريبا 250 إلى 300 متر مستوطنة يحيى ويش كودش أكثر شوية. نعم، وهل تعرضتوا لاعتداءات مباشرة من قبل المستوطنة؟ تعرضنا لاعتداءات كثير، يعني من 7 سنين لليوم تعرضنا لاعتداءات، منها تكسير سيارات، منها تكسير شبابيك، يعني وإحنا تقريبا ساكنين في شبه سجن يعني.
حطينا الشبكة بالإسلام تحصانطي، ويعني وضعنا مأساوي بالنسبة لغيرنا، يعني وضعنا فوق جبل في منطقة جالوز يعني تعرض لهجمات كثير كثير. نعم سيد محمد، يعني أنا بدي أسألك كل ليلة خاصة يعني بعد الحادث اللي صارت في دوما، ويمكن حضرتك عم تتعرض لاعتداءات يعني على مدى سنوات من قبل المستوطنين، كيف كل ليلة عم بتأمن بيتك بالليل، بتسكر البيت؟ عم تحكي لي انك انت يعني عمليا ساكنين كأنه في سجن، يعني احكي لي يعني ضعنا في هاي الصورة، يعني انت بدك توصف لنا بالتحديد بالضبط بيتك كيف حاطط عليه حماية، وكيف كل ليلة قبل ما تنام بتأمن الأولاد وبتسكر البيت؟ نحن احنا ساكنين في المنطقة هاي، اولاد عم جميعنا، واحنا في منا ثلاث او اربع شباب بسهروا في الليل للصبح على سطوح المنازل. طبعا سطوح المنازل ملاني دبش وحجار وشغلات زي هذا، مشان يعني هم ينبهونا ومشان هم يدافعوا في اي وقت اذا هجموا المستوطنين. اها بضل في الوقت هذا انه بضل الانسان خايف يوم يطلع على شغله، اشياء زي هذا، خايف على اولاده على النسوان، يعني معاناتنا يعني شديدة جدا في المنطقة. احنا جماعة يعني سوء فعل، احنا جماعة مهمشين، يعني احنا قاعدين نحرص في اسمه في بيوتنا في انفسنا. نعم، هل في كان يعني اي تواصل من قبل مؤسسات دولية، مؤسسات رسمية؟ نعم. حدا يجي يطلع على اوضاعكم رسمية بالنسبة للسلطة؟ لا ما صارش. اما بالنسبة للمؤسسات الاجنبية تيجي علينا بتزورنا وتأخذ تقارير وشو شو الاعتداءات اللي حصلت واشياء زي هيك بس. طيب طيب، على مستوى يعني الحمايه اللي عم بتقوموا فيها كافراد عائله، او ايضا يعني اذا كان في لجان يعني شعبيه ايضا عم تحمي القريه، كيف اثر هاي اللجان عليكم؟ يعني هل كان في عم بتحسوا نوع من الامن، او على الاقل يعني في انه الواحد يستشعر مجتمعيا انه في ناس كمان عم بتشاركوا في الحمايه، انه هو طبعاً مش لحاله في مواجهه هؤلاء المستوطنين واعتداءاتهم؟ احنا طبعا هذا الشيء يعني هو بريح نفسياتنا شويه، بس احنا بحاجه لدعم في الشغله هاي، يعني احنا بحاجه لوجود اثنين او ثلاث من نفس المنطقه، يعني يبقوا موظفين من قبل السلطه، من قبل مؤسسه، من قبل اي حدا، انهم يظلوا موجودين، لانه احنا بالنسبه لنا يعني مجموعه اولاد عام، يعني بتعرف الانسان يعني بس على رزقه في النهايه، يعني لو يوجد يعني لو يوجد عندنا ناس انهم يبقوا مفضلين او بيشتغلوا الشغله هاي حتى في النهار يعني. نعم نعم، شكرا. احنا اهم عنصر، احنا بحاجه للدعم هذا. نعم شكرا لك سيد محمد، نتمنى لكم السلام. لا انا بشكل رسمي مش مرخص. نعم. لانه الشغل اللي بشتغله مبين يعني قدام الاباء والاهل، بعدين انا ما عندي، احنا مجتمع يعني احنا نختلف عن الاردن شوي، عندنا عادات وتقاليد اكثر من الاردن واكثر من اي بلد من كانت، ما بنحط لا صوره عريس ولا صوره عروس. لانه بالنسبه للعريس اللي بده يتجوز لما بتوجه لبيت، لا هو سيد سعيد ايضا ما بحط صور العروس، مبين قدام الكل يعني له. انا ما عندي بنات مثلا بيحطن مثلا اسماءهن، انا من خلال الحجات هن بيعرفن البنات، بيعرف الاعمار، بيعرفن الوصف. طيب بس سؤال، هيك بشكل هيك يعني ايضا مش بشكل هل بيطلقوا اي مقابل مادي؟ طبعا لو اي جواب عشان يشاركنا بقصته. لو اي مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. لو اي انت تعرفت على زوجتك، يعني هي الان زوجتك من غزة، احكي لنا كيف تم التعارف بينكم عن طريق الانترنت. اول شيء يعطيكم العافية ومساء الخير. الحمد لله يعني احنا تعرفنا على بعض طبعا عن طريق الانترنت، وطبعا تغلبنا شوي وحاولنا الانفصال وهيك، بس انه اخر شيء قررنا نكمل مع بعض ونحاول يعني. طبعا واجهتنا صعوبات يعني انه الاهل يعني صعب يقتنعوا في هيك موضوع، يعني بالذات انه غزة يعني الضفة، يعني الامور صعبة يعني مش سهلة. اللي تعاونوا معنا الاهل طبعا مش بسهوله، يعني بعد سنتين ثلاث لما دخلوا يعني انه تعاونوا معنا ووافقوا انه يمشوا بالخطوات اللي انا كنت مقترحها. يعني احكي لنا عن هاي الخطوات لؤي، شو الخطوات؟ هو بعد سنتين يعني لما كنا نعرف بعض، بعد سنتين يعني انا قررت خلص يعني انه هاي
بني آدم تكون زوجتي، فقررت أطلبها يعني من أبوها. فطلبت أنا شخصي بدون يعني حتى ما أهلي يعرفوا كان في الموضوع يعني، فأنا حكيت مع أبوها يعني. كيف طلبتها؟ عن طريق التليفون؟ عن طريق التليفون حكيت معه. طبعا هو رفض بشكل قاطع يعني، وحتى يعني حاول تهديدي خلينا نحكي وهيك يعني، بس أنا استمريت يعني. ما اقتنع أنك جاد في الموضوع؟ هو بدك صحيح أنا كمان ما كنتش مقتنع يعني يعني زي اللي بيعمل في إشي وعارف إنه خسران يعني، فاهم شو؟ نعم. بس يعني إحنا حكينا يعني بدنا أي طرف خيط نمسك فيه مع بعض يعني، بس الواحد لحاله ما بقدر يسوي زي هيك. فكنت أنا بستنى في على الأقل يعني إنه أهلي يمشوا معي، بعديها بنفكر مع بعض. نعم. طيب يعني عشان كمان اختصارا الوقت لؤي، يعني طبعا ما كان في تواصل، ما كنت تقدر تشوف يعني زوجتك، أو هي قبل ما تكون زوجتك ما كنت تقدر تشوفها أو تتعرف عليها بشكل شخصي. كيف كان الالتقاء يعني؟ لأنه بنعرف كمان للأسف التواصل بين غزة والضفة صعب جدا. هو بدا يعني في الموضوع هذا كنا متغلبين كثير يعني، كان بس الأكثر وسيلة اللي هي الحال يعني. طبعا أول إشي كان الإنترنت، وبعدها كان التليفون. هذا الإنترنت طبعا صار عليها حصار يعني، بعد ما أهلها عرفوا عن الموضوع ففصل عنها النت والتليفونات والأمور هاي كلها، وهيك على أساس ما يعني توقف التواصل معي يعني. لم تكن الإعاقة يوما عائقا أمام ذي إعاقة، والدليل على ذلك محاولة هذه الفئة التغلب على ما هي عليه والاندماج في المجتمع والعمل كأي أحد آخر، وربما الإنجاز والإبداع بمجهود فردي ينسب إليهم بصورة أساسية. الشيء الوحيد الذي قد يعيقهم هو إعاقة البيئة التي يعيشون فيها، من مجتمع إلى مؤسسات إلى حكومة، وعدم قدرة هذه البيئة على توفير الاحتياجات الخاصة بهم، إذ ما زالوا يعانون من ظروف صعبة على مختلف المستويات. المؤسسات الأهلية بالدرجة الأولى هي من ترفع راية المساعدة وتحاول بصورة حثيثة دعم ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع. توعية الطلاب المدارس، المؤسسات، الجامعات لأهمية مشاركة ذوي الإعاقة في أي برامج وكمان في سوق العمل. كمان نكون مع تأهيل الطالبات اللي هم ذوي الإعاقة على أشياء تدريب ما قبل المهني وإدماجهم في سوق العمل. لحد الآن بعدنا مش واصلين للدرجة اللي بنياها من التقبل يعني. في بعض الأشخاص أو بعض المؤسسات عندها وعي وتقبل الأشخاص ذوي الإعاقة، ولكن للأسف لحد الآن مش موجود يعني اللي هو التقبل والوعي الكامل حول الأشخاص ذوي الإعاقة في تشغيلهم. أهم ما في موضوع ذوي الإعاقة هو دمجهم في سوق العمل ومساواتهم من حيث فرص التشغيل. هذا الأمر لم يحصل بعد رغم القدرات والكفاءات التي يتمتعون بها، وتقع المسؤولية في ذلك على وزارة العمل التي تؤكد وصول نسبة العاملين من ذوي الإعاقة في القطاع الحكومي 5% حسب القانون، لكن المعضلة تكمن في إيجاد هذه النسبة في مؤسسات القطاع الخاص. سنصل إلى نسبة 100% في القطاع العام، القطاع الحكومي. الإشكالية الأكبر في الواقع هي تكمن في التقيد في هذه النسبة في القطاع الخاص. القطاع الخاص في جزء كبير من العمل هو قطاع ربحي يسعى للربح. لم يكن في هناك وازع ذاتي، سنعمل على تفعيل الوازع الموضوع اللي هو من خلال جهاز الرقابة والتفتيش. وفي حال عدم تقيده احنا مضطرين اسفين لاتخاذ الاجراءات اللي نص عليها القانون في هذا الشأن. البنية التحتية اللازمة لتسهيل حياة كل معاق هي أمر أساسي لتحقيق عملية الدمج، وتلتزم الحكومة عادة بتوفير ظروف مناسبة لهذه الشريحة بما يتعلق بالرعاية الصحية والتعليم والمرافق العامة. هذا ما نص عليه قانون حقوق ذوي الإعاقة، إلا أن هذا القانون غير مطبق كما يجب، وهذا ما قاله لنا هذا الرجل الذي التقيناه صدفة وهو يتكبد عناء الذهاب لعمله في ظل بنية تحتية غير مجهزة. ولا يمكن يوصل الوزارة لأن هاي الرصيف هاي الرصيف هاي الرصيف وتحت الدرج. تتبادر بعض الأسئلة إلى الذهن بعد الاطلاع على ظروف ذوي الإعاقة في فلسطين، منها من المسؤول عن إعطاء ترخيص لمرافق عامة وغير عامة لتقام دون أن تراعي احتياجات فئات المجتمع كافة؟ أين دور الحكومة في تطبيق قانون رقم 4 لسنة 99 الخاص بحقوق المعاقين؟ ولماذا لا يوجد عقوبات على المخالفين؟ وما مدى فعالية اتحاد ذوي الإعاقة في المطالبة بحقوق منتسبيه؟
شباب كمان مرة بذكر، ابعد عن الإشي المباشر والتلقائي والمتوقع، في إشي غير متوقع. رماد انفجار حلو. الواحد له حكاية. شو وجدت النار لتكون نونها نور يهدي، نور يهدي التائهين. وجدت لتكون ألفها أنسا وصديقا، والراء لتكون روحا دافئة في قلوب الجميع. وجدت لتكون الجمال بلونها الأحمر، لا لتكون وحشا ضد البشرية والطبيعة. لا تفهموني من الجانب السيء، أنا جميلة، أنا سعادة، لكن عندما أقع في يد الوحشية أحرف وأجرم، وعندما أوضع في يد الخير أمد سعادة وجمالا في العالم، في جميع الدنيا. أحبوني، أنا النار، أنا الشمس. الله. أنا شجاع، كنت دائماً ألتهم الأخشاب والمنازل، ولكن في يوم من الأيام أدركت وجود عدو يخيفني، وهو عدو لدود الماء الذي تخاف منه ألسنة اللهب. كنت هناك، جئت مع ضوء الشمس، مع بذرة الحياة. كنت أنا وأنت وحدنا، ومن ثم كانوا هم. نوري كان الطريق، والريح أملي، والماء وجعي. مين؟ طلعت. غلط وحكينا، انتقدنا تقصير المسؤول وحكينا، وأشرنا لإهمال المواطن وحكينا. تصبحوا على وطن أفضل وحياة أجمل وحقيقة أصدق، وشعارنا دائما لازم نبادر، لازم نغير، لازم نحكي.